وشمعايا ندير اللي بغيت. شداك الشيء اخويا شاكيب؟ والو، انا اللي بغيت نفهم ما النوم الخليج. خصهم يفهموا انه من سابنا هما دابا الان دابا خصهم يكونوا كيدوا بالدارجه وكيغنيوا النشيد الوطني، ولا يصحاب لهم دوك الساطات اللي صيفطنا لهم ما عندنا ما نديروا بهم. شويه ديال الاعتراف لرد الاعتبار، انا فاهم الدنيا مزموته انا كيجيو يطلقوا رجليها، ولكن ايش كنخمم انا من يبانوا لي كثر وكذا وهادي كان كيصحاب لي فهمتي ما عندهمش الساطات تما. قلت نورمال كيجيو انايا فهمتيني، مع كاين بزاف الشكالات، كاين شكل تسونامي دنيا باطنه سينا كذا هادي فهمتي، الدنيا مخلطه. ولكن مني صيفط اخونا في الله وكذا وحرك لهم العضلات والاغاني وهادي وما يخرجوا خرجوا وما الشيطان ديالهم تخلع. قالوا صيفطوا الدريات عادي الشرع عطاهم ربعة، ولكن اللي بداو يصيفطوا في الدراري يعطيونا البلاد وصافي فهمتيني. خونا واحد السؤال، دابا حنا صيفطنا لهم غير المبرتشات وداروا هاد الحاله، ولا صيفطنا لهم دوك القاريات فهمتيني الديكور والزواق والصالونات والحلاوي وكذا وعاد مبرتشات اش غيوقع؟ قالت لي امي جده ما عندناش البترول ولكن منفعين به، وهنا فين كيبان الذكاء الوطني وروح الوطنيه عند الساطات المبرتشات. تحيه اخويه من هنا، وصيفطوا لينا الذهب، صيفطوا لينا العاقه وشويه ديال البترول.